تضمن الدنيا والايام تبقى في حل وفي لحظه تبقى في حل. لا شاكك من الدنيا ولا الاحوال ولا قلت لي او ايه وامتى وكم. اللي وحيد في الدنيا بتضمه كأنك انت ابوه او امه. اللي وحيد في الدنيا بتضمه كأنك انت ابوه او امه. ربع الغلابة وشمعة الايتام انت القوي وتحنن العاصي تلوي درع الدهر لو قاسي. عاقل وعارف ان الزمن قران ويسلطنك ابدا ما تتسلطن. عاقل وعارف ان الزمن قران ويسلطنك ابدا ما تتسلطن. ولا تنخدع بزهوة الاحلام واقف ما بين الحق والباطل. لعبك الدنيا لكن فاضل واقف ما بين الحق والباطل. تلعبك الدنيا لكن فاضل تولع القنديل بكل ضرار. سيرة ومهما حاولنا نحكيها نرفع ضغطها ونجلي معانيها. سيرة ومهما حاولنا نحكيها نرفع غطاها ونجلي معانيها. ما لمها في شهور ولا أعوام ما لمها في شهور ولا أعوام ما لمها في شهور ولا أعوام ما لمها في شهور ولا أعوام. عارف الكهف اللي كان بيقعد فيه عاشور الناجي في الجبل؟ رحته بس منظره ما كانش حلو، مع اني عمري ما رحته لما كان عاشور بيروح هناك. بس اللي انا اعرفه ان بينك وبين عاشور الناجي يعني ما كانش. ايوه فعلا عندك حق. وسكتكم ما كانتش واحده، يعني هو كان ماشي في سكه ما يرضي الله وانت يعني ماشي في سكتنا. ايوه كل ده صح، لكن انت ما تعرفش يعني ايه فراق. عارف انا كنت عايز اسيب البلد واهج خالص، لكن ما هنش عليا، قلت لازم اقف جنب عاشور الناجي. عاشور الناجي؟ ايوه شمس الدين الناجي. ايوه بلغني اللي انت عملته، لكن بعد ما قفلت القهوه ناوي ترجع للكار تاني؟ انا قلت اجي اقعد عندك كام يوم هنا لحد ما افكر هعمل ايه. يا سلام يا معلم درويش، ده انت لو ما شلتكش الارض نشيلك جوه عنينا. يلا بينا قوم معايا. على فين؟ هنخش جوه تاكل لقمه وتريح شويه على فرشتي، على فكره فرشتي نظيفه. لا انا اشرب السحلب وريح هنا. ده اللي جمعوه الرجاله على دار مليم. بارك الله فيكم وجعل رزقكم حلالا طيبا. تؤمر بايه يا ابني؟ الامر لله يا شيخنا، صاحب الامر هو. ونعم بالله.
احنا محتاجين نجدد الكتاب ونوسعه، ومحتاجين نرمم الزاوية وندهن سور التكية، وفي نفس الوقت مطلوب ان احنا نشتري. سيدنا معلم شمس سامحني، انا مش طمعان في حاجة يعني. ولا طلباتك ايه يا معلم دهشان؟ المثل بيقول طباخ السم بيدوق، ورجالتنا اتظلموا كتير وما خدوش لا ابيض ولا اسود، يعني هما طمعانين في عدلك ومرؤتك تقسم لهم نايب من الغلة اللي بيجمعوها. جاي تقول الكلام ده دلوقتي يا دهشان؟ ما قلتوش ليه ايام ابويا؟ ما تاخذنيش يا ابني، والدك كان مزمتها حبتين ولاجل شبته الرجالة استحمله، لكن انت شاب متنور وتقدر شقى العالم. انا مش طمعان في حاجة لروحي. لا بأس من تخصيص نسبة بسيطة للرجالة لجمع الإتاوة. انا بقول كده برضو، وبقول ان حضرتك لا حد الله بيني وبين كل قرش يخش بيتي ما تعبتش وشقت فيه. واحنا ما بنشقاش برضو يا معلم. اجرتك عند ربك يا معلم دهشان، اجرتك بتاخدها لما تحط راسك عن مخدة بالليل وتنام وضميرك مرتاح. رجالتنا فيهم اللي مش لاقي قوت يوم يا معلم. خلاص نلاقي لهم شغلانة حلال يلقطوا بيها رزقهم. اسمعوني يا رجالة، انا اللي موقفني وسطيكوا هنا وصالب عودي هو راجل اسمه عاشور الناجي. مش هسمح لنفسي اخون كلمه من كلامه، ولا هسمح لغيري يحيد عن سكته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده عشان عنده حق يا شمس الدين. ابوك يا ابني كان مزمتها على الكل. انت ياما اللي بتقولي كده. شوف يا ابني، المثل بيقول اتعمل الفم تستحي العين، ورجالتك لو ما لقوش من وراك مصلحه هينفضوا من حواليك. طب وما انفضوش من حوالينا ابويا ليه؟ انت حاجه وابوك حاجه تانية يا شمس. ليه وانا مش ابنه ومن صلبه؟ كل وقت ولو اداني يا ابني. وقت ابوك ما كانوش الناس بالكتره دي، وكانوا بيحترموه لسنه. يعني انا هفيه مش مالي عينهم؟ يا واد ما تبقاش حمائي كده، كل كل الاكل يبر، كل الكلام مش هيخلص يا اختي. على العموم مفيش حاجه من اللي كان بيعملها عاشور النجاح هتتغير، ويوم ما دراعي خدل وابقى هفيه بحق ساعتها بيقول ان عاشور النجاح مات بجد. ايه ده؟ انت خارجه ولا ايه يا هاني؟ عشان كده الحنطور واقف قدام الباب. وعلى فين العازم ان شاء الله؟ رايحة عندهم. من غير اذني؟ وانا من امتى كنت بستأذنك وانا رايحة عندهم؟ من اخر مرة نبهت عليكي ان مفيش خروج من البيت من غير اذني. بس الكلام ده بقى لما اروح لاصحابي اللي انت حرمتني منهم. ان مامي لا لا، امك دي بقى بالذات لا. يعني ايه؟ يعني امك دي بالذات هي اللي بتقويكي وبتحرضك عليا. ايه ده؟ انت سايباني وماشية؟ مش تعبري الكلب اللي واقف يتكلم معاكي؟ مفيش داعي للنرفزة والغلط في حق نفسك، لأني نازلة يعني نازلة. وأنا قلت مش نازلة يعني مش نازلة. يكون في علمك لو عتبت باب البيت تبقي طالق. يعني بتمشي كلامك عليا؟ طب في 60,000 داهية. يا ندامة يا ولاد، يا ندامة. ندامة على ايه يا اختي؟ ده انا عايز اعمل ليلة لأهل الله، ده انا بركة اني خلصت منه. طب فوقي لنفسك يا حبيبتي، فوقي. قربينا بالهم والهم مش راضي بينا. بس انتي على كده بقى هتقعدي لك 3 أشهر ما تخرجيش من البيت. ليه بقى ان شاء الله؟ العدة يا حبيبتي. والله ده انا كنت ناسية. لا يا جميل، إن كنت ناسي أفكرك. ليك نفسي تعاكس يا ابني اللي بايتة من غير عشا؟ غور يا غور قبل ما ناس الشبش بتاع على جدتك. على الناقص أربية. كل حاجة يروح لحاله. يلا. شفت؟ قال لي أدب وربيته.
عفارم عليك. انت بقى بنت مين؟ اسمك ايه؟ ياه، لا احنا شكلنا اتغير قوي كده. لا، ما هو انا برضو بشبه. عجمية، عجمية الدهشان يا سيد المعلمين. يخرب شيطانك عجمية، كبرت يا بيت. اللي ما قلتليش بصحيح، عجبك الملح اللي كان في الشربات؟ ما ترد يا حمار بدل ما انت واقف كده. بس يا مرجان، يا مرجان. ايوه يا ست. اهدى. في ايه يا ست؟ مش سامعه يا بنت خبط تحت؟ لا اهو يا بنت. ايوه يا ستي مظبوط. انت رايحه فين؟ افتح يا ستي اشوف مين. هتفتحي كده في انصاص الليالي؟ خليكي انت، انا هنزل اشوف مين. مين؟ انا سليم. عاوز ايه؟ افتحها يا قمر، عاوز اتكلم معاكي كلمتين. وهو يصح برضه اتكلم مع راجل غريب كده في انصاص الليالي؟ طب ازاي؟ غريب ايه بس يا حياتي؟ ده انا جوزك. كنت وما زلت وجاي نادم وعاوز اصلح غلطتي وارجع جوزك تاني. انت ايه حكايتك يا راجل انت؟ انت فاكر نفسك كنت اني معزه؟ لما تحب تطردها تطردها ولما تحب ترجعها ترجعها؟ ارجوك يا قمر ما يصحش الكلام ده. وانت تعرف اللي صح واللي ما يصحش. عشان خاطري يا قمر افتحي واسمعي كلامي. ما صحش كده حد يشوفني واقف كده يقول ايه؟ يقول ان خلاص مفيش بينا كلام. مفيش كلام اه، لكن في حب. عمرنا ما كان فيه بينا حب. كده يا قمر اسمعيني ارجوك، اديني فرصه، ده انا بتعذب من غيرك. بس انا بقى ما صدقت خلصت منك. ده اخر كلام عندك؟ ايوه، ولعلمك بقى لو جيت هنا تاني هصوت والم عليك امك لا اله الا الله. ارجوك يا قمر، قمر عشان خاطري يا قمر. قرف. عشان خاطري افتحي يا قمر. صباح الفل يا معلم. صباح النور يا خضر. الا الضيف اللي بيت هنا ليله امبارح سفر شتو وراح على فين؟ يا بنت شغالي مخك، ما دام الحمار مش موجود يبقى صاحبه خده وسارح. يعني مش راجع تاني؟ انت مالك يرجع ولا ما يرجعش يا بنت؟ يلا شوفي وراك ايه. طيب خدي تعالي خدي الجوز دي امسكيها واغسليها ونظفيها وخليها زي الفل. يلا يا اهلا وسهلا، يا ألف أهلا وسهلا يا سيدي المعلمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كرمني الغالي تشرفني وتشرب كوباية قرفة. قرفة على مية بيضة يا خضرة. نوّني الشرف ده يا ابن الغالي. لو أبويا كان بيجيلك عليها. لا، هو القدام قالوا يعني كان بيجيلهم أيام ما كان في سنك يعني. ابويا انا كان بيروح غرز؟ لا انا سمعت هم قالوا يعني كان بيشرب قرفة يعني لو 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 عدى يعني. اياك تجيب سيرة ابويا تاني. حاضر. نبه لسانك. حاضر. مش بس ابوه اللي كان زبون غرزة، ده المحروسة امه يا رخرة كانت. يا معلم غسان ابوس رجلك، حد ينقل له الكلام نروح كلنا بتوكر. الله، هو انا بجيب حاجة من عندي؟ طب ما تسألوا الناس القدام اللي شافوها وهي بترقص للزباين في غرزة درويش. مرات عاشور الناجة سيد المعلمين لقطها من غرزة درويش. البنت دي انضف منها يا راجل. يا راجل حرام عليك، ده انت دماغك لسه ما طابتش من الرصيه اللي اداها لك. انا بقى مش حمل رصيه واحده منه. انتوا بقى ما بقاش فيكم رجا، بقيتوا تخافوا ما تختشوش، وما عادش ينفع معاكم الا اللي يلبسكم طرح وترضوا بيه فتوه وانتوا عارفين ومتاكدين ان امه خدمت غرس. معلم يعني ايه خدمت غرزة؟ شوفي شغلك وخلي الليلة تعدي على خير. معلم درويش
معلم درويش اهلا وسهلا. اتفضل. ايه عليه ومهلك؟ انت كنت مستنزرني ولا ايه؟ بالك لو كنت قدمت شويه كنت قابلت مين؟ مين؟ المعلم غسان. غسان وظهر تاني؟ لو قدمت شويه كنت قابلته. لسه ماشي، نكد علينا ومشي. وينكد عليك بمناسبه ايه؟ لا لا لا، ما تاخدش في بالك، ما انت عارفه. ايوه طول عمره وش نكد. وعارف برضو مين كان عندنا النهارده؟ في ما تقول على طول، هي فزوره. شمس. شمس عدى عليك؟ ايوه. ما هو طبيعي يعدي. الله، ما هو طريقه برضو ساعات بيبقى من هنا. لا بقول لك عدى علينا، يعني وقف وتحدث معانا ونكد علينا هو راخر ومشي. انت ايه جايتك؟ الله، هو انت اللي رايح واللي جاي ينكد عليك؟ ايه المناسبه؟ زي ما تقول كده غلطنا، يعني لما قلنا له ان ابوه عاشور الناجي كان ساعات يعني بيقعد في الغرز. ما خلصناش يا خبر. لا لا لا، ما هو برضه ما يصحش عليه. الا شمس وابوه. شمس ما يحبش حد يجيب سيره ابوه الا بالحسنى. راضي عنك يا شمس الدين، هنيالك السكة. اسكت يا شمس الدين، اسكت يا ابني، ما تكملش الحاجات دي، ما تحكيهاش لحد. ابوك يا ابني كان يقول كده، كان يسميها حالة الوصال. ربنا يبارك لي فيك يا ابني، ربنا يبارك لي في عمرك وما يوجعنيش فيك ابدا. يا شمس الدين يا ابن بطني وقلبي يا رب. الضرب الاحمر يا سيد الرجال. بس شكابه ام عيوشه، نهارك نادي يا سيد الكل. نهارك كل ام عيوشه. يا اخويا ليهم حق يحكوا ويضحكوا عليك، بقى تبقى فتوة قد الدنيا، تقدر تعيش عيشة الامره، تقوم تشتغل يا اخويا على العربيه كارو وتاكل لقمتك بالحلال. روح، ربنا يبارك لك. ربنا يخليك يا ام عيوشه. اركبي. طيب اركبي يا قمر، لف يا اختي وركبي، ايدك معايا يا اخويا يخليك. تعالي يا حبيبي. ايوه يلا يا قمر. يلا ام عيوش. ها يبارك لك ربنا يا رب. الله يبارك فيك. بس ايوه. ماشي يا سيد المعلمين، متشكرين. اعزلك يا اخويا، ما تعرفش الست قمر دي من بيت عالي قوي، اسياد الناس ما يتخيروش عنك يا سيد الرجاله. من بيت مين؟ من بيت الحلوانيه. طب ما جيتوش راكبين حنطور ليه؟ اها، اصل الست قمر كان ليها شوق تشوف سيد المعلمين اللي الناس بتحكي وتتحكى عنه. انزلي يا حبيبتي على مهلك. ايوه شكرين قوي.
قمر قمر وهي قمر. ها يا مرحبا يا معلمين. نزل الطلبات. مبسوطين؟ يا مرحبا يا معلمين. اهلا وسهلا. مرحبا بيك يا ابو رزين. ليلتكم انس مش باين. ليك فل الشر؟ القعده ناشفه واصل، لا غنوه ولا رقصه ولا اي حاجه واصل. قصدك يعني عاوز شويه فرفشه؟ ايوه شويه فرفشه، حتى ولو على مجوسهم، حاجه زي اللي كنا بنشوفها ايام العز، ايام زمان. وانتوا كنتوا بتشوفوا ايه بقى ايام زمان؟ النواره. حلواني يا واد حلواني، مين احلى منك تاني؟ حلواني يا واد حلواني، مين احلى منك تاني؟ ده الشوق خدني ورماني على دكان الحلواني يا واد. سلخر على الناس الحلوة، دخلت قلبي على سهوة، سلخر على الناس الحلوة، ردت لي كيفي وكأني شربت 100 فنجان قهوة. انت تجيني يا حلواني وترد لي الكف من تاني. حلواني يا واد حلواني، من احلى منك تاني. حلواني يا واد حلواني، من احلى منك تاني. ده الشوق خدني ورماني على دكان الحلواني. الحب في الاصل يا ويكا، كأنه لعب الشيكابيكا. الحب في الاصل يا ويكا، كأنه لعب الشيكابيكا. يملى المكان بهجة ويهرب كأنه حتة مزيكا. يرد لي الكيف من تاني، والكيف بيهرب في ثواني. حلواني يا واد حلواني، من احلى من يا واد حلواني، من احلى منك تاني. ده الشوق خدني ورماني على دكان الحلواني. حلواني يا واد حلواني، من احلى منك تاني. حلواني يا واد حلواني، من احلى منك تاني. ده الشوق خدني ورماني على دكان الحلواني يا واد. فل خبري مالك؟ لا اصل الظاهر ان انت بقالك مده كبيره يعني ما جيتش النواحيدي. اصل اللي تتكلم عليها ديت خلاص بطلت من زمان، واتجوزت الفتوه وخلفت منه كمان. ما انا خابر، وعاشور الناجي اللي خطفها مني ما تروخ. طيب خلاص يعني اكتم على السيرة دي يعني. ليه؟ هو انا غلطت بحاجة؟ لا سمح الله ما غلطتش. واذا كان على الفرفشة هتشوف فرفشة ورأس كمان وكل حاجة، كل حاجة هتشوفها ان شاء الله. خلاص اسعد الله التماس يا رجال. اسعد الله مساك. اهلا معلم درويش، الف حمد لله على السلامة. درويش؟ ايوه والله هو درويش. مين؟ يا سيد جعيدي يا درويش، واحد من أهم زباينك القدام. معلم جعيدي، يا مرحب. أهلاً. نورت المطرح كله. عليوة، مشاريب المعلم جعيدي والرجالة كلها عندي، والمشاريب اللي قبل كده كمان. ودي تيجي يا معلم درويش، ده المكان ده مكانك، وانت تؤمر وتنهي فيه زي ما انت عاوز. يا مرحب. والله زمان يا درويش. عدم المؤاخذة، نسيت انك كبرت كده. مش انا اللي كبرت، انت اللي ايدك لسه شابة. تصدق بالله؟ لا اله الا الله. قبل ما تيجي لسه كنت في سيرتك وسيرت ايامك الحلوة لي وعليوة. ايام. لكن احكي لي، ايه اللي حصل لك في الفترة اللي فاتت دي؟ وايه اللي سوى بك كده؟ لا يحكي لك ايه؟ ده لو قعد يحكي لك هيقعد للصبح. وماله؟ الله، وماله ازاي؟ طب والفرفشة؟ بعدين.
والله زمان يا درويش. الظهر زمان بالنسبة لنا بس. مالك يا شمس؟ ايه اللي مطير النوم من عينك يا دناي؟ مش عارف يلا. الدنيا حر. الدنيا حر ولا قلبك مال يا دناي؟ ياما وانا فاضي للكلام ده. يا ولد. يا ولد انا هتخبي علي انا؟ قولي هي مين وانا جوزها لك. مش وقت الكلام ده يلا. نام انتي. تصبح على خير. انت من اهله يا ابني. صباحك يا ست الستات. صباحك يا ام عيوش. تصدقي بايه يا اختي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. عارفه لو ما كنتيش شيعتيلي انا كنت جيتلك بنفس. وطي صوتك شوي. لهو سيد الرجاله لسه نايم يقطعني. ولا يقطعك ولا حاجه. اقعدي اما انا بقى جايبالك شويه حاجات. لا 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 استني مش عايزه. لا 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 استني مش عايزه. اصل انا عايزاكي في موضوع تاني خالص. امور يا ست الكل. عروسه. يا الف نهار ابيض. يا الف نهار مبروك. يا اختي وطي صوتك. معلش يا اختي نسيت سامحيني. قلتي ايه؟ غاليه وطلبك غالي يا ام سيد الرجاله. وعايزه الموضوع ده يبقى في السر. مش عايزاه يحس بحاجه الا ما نحط عينين على بنت الحلال. شوفي باذن الله باذن الله هناه وسعادته هيبقوا على ايديا. اديني بس كده جمعه ولا اتنين وانا اجيب لك بدل السنيوره دسته. وهيبقى لك الحلاوه. ما تقوليش كده ده انت خيرك على الكل. اما انا بقى جايبه لك حته اشرب بقى. لا 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 اسمعي فرحي لي قلبي الاول وانا اشتري منك السراب اللي فيها. ماشي يسويها ربنا. فوتك بعافيه يا ست الكل. الله يعافيك. يا اختي من يد ما نعدمها ابدا. افاتحه بنتي حسك في الدنيا يا حبيبتي. يعني واجب عليا اخد رايك اخد قولك. قولي في ايه يا ولي؟ يعني شاورتي عقلك؟ المعلم شمس. طب دي تتمنى اي بنت بنوت؟ مش حال انا بقى. بنات بنوت ايه يا حبيبتي؟ هم يطولوا قدامك. ده انت قمر. ده انت ست الستات. اصل وفصل وجمال. اه يا اختي بس مش يمكن امه تعارض ولا حاجه. امه هي كانت تطول ولا حتى تحلم. ما تنسيش يا ام عيوشه ده انا متطلقه مرتين يا اختي. طب اسكتي اسكتي اسكتي. ده انا عيني برد عليكي خايفه لحسن احسدك. ده انت قمر يا حبيبتي. شاوري وخلي الباقي عليا انا. وهو واخد باله؟ وهو كان يطول جمالك وسحرك. بس انت ساعديني عشان نوصل الوصال. اساعدك ازاي يعني؟ يعني هوديني واللي فيه الخير يقدمه ربنا. ما تأخذنيش يا سيد المعلمين. اللي مطلعك دلوقتي يا ام عيوش؟ قصدك يا زينت الشباب. خير؟ خير ان شاء الله. فيك من ينجد محتاج. يا وليه هو اللي في وضعي يتأخر عن نجدة المحتاج؟
طب قوم معايا. على فين؟ تعالى بس. يلا. قمر كانت عايزاك في خدمة، قلت لها سيد المعلمين يعني مش هيكسفني. أنا تحت أمر الست قمر. اتفضل اتفضل يا سيد المعلمين. أنا بقى عملت اللي عليا، أدي الجمل وأدي الجمال، استفلوا بقى مع بعضيكم على بال أنا معلق عشان. خير يا ست قمر. الود ودي ابوحلك بسري، بس ايه اللي منعك؟ خايف. من ايه؟ من سوء الظن. طيب لو بحتلك بسري ما تسوقش الظن بيا. انا قدامك وسامعك. انا اللي عندي قلت مش ضروري باللسان. انت بقى كلك نظر ومفهومي. احنا عشمنا في ربنا وفيك يا سيد الرجالة، تحل عقدتنا وتريح قلبنا، ربنا يريح قلبك. ابقى تعالى يا اخويا ما تنسناش ودينا. قالك شوف وشك. اتوكلوا انتوا وسيبوني انا مع ابن خدامة الغرز ده. تأمر بيه يا سيد المعلمين؟ أناس غسان خان الأمانة، ركبوا شطان البلطجة وزين له إنه يسرق فلوس ناسه، سرق أموال الحاج جلال، وهو قدامكم أهو، حرامي بسرقته، تحكموا بإيه؟ بره، يطلع بره الحارة، ملوش عيش بينا خاين الأمانة. إحنا نقيم عليه حد الله. أنا من رأيي نسلمه للحكومة تطبق القانون وياخد جزاته. لا، يخرج بره الحارة، اللي يخون الحارة ملوش عيش فيها. تحكم بيه على روحك.
اللي يحكم بيه الاهالي يمشي على رقبتي. تبقى حكمت على روحك بالنفي. انا ما عدنيش خلق اعيش في وسطيكم، سيبوني اروح لحالي. وانا بتبتها تاني. ابو اعملوا ما بدلكم. تسليمه للحكومه افضل لي وللكل. ان الله غفور رحيم. فكوه. هنطردوا جزات خانته الأمانة، بس في شيء مش هقدر أغفره له أبدا لأنه يخصني أنا. الحرامي ده سب أمي، قال عليها خدامة الغرز. أمي مرات عاشور الناجي الكلب ده قال عليها خدامة الغرز. ارفع نبوتك ودافع عن نفسك. ابوس رجلك، سيبني اروح لحالي. ما كانش في وعيه اسير الناس. اللي يجيب سيره امي بسوقه ما اقدرش اغفر له ابدا. مرات عاشور الناجي الطهره العفيفه ما حدش يلسن عليها ابدا ابدا ابدا. ايه ده يا معلم شمس؟ وحد الله يا ابني اخس الشيطان. كلامي مسموع لكل الناس. أمي لا، مرات الناجي لا، حتى الله بيني وبين الكل إلا اللي يجيب سيرة أمي. وبسمعها لكم تاني أهو، أمي لا لا. يا سخنة يا دنايا، ده انت على لحم بطنك من صباحة ربنا. كل يا حبيبي كل، خد من ايدي. اما انا بقى حطيت لك عيني على حتة نتفة عروسة هتعجبك قوي. ياما انا كنت عايز اعرف حاجة. عايز تعرف ايه يا حبيبي؟ اسأل يا نني عين امك من جوة وانا جاوبك. غسان وهو بيتعارك معايا شتمني. يا ابني ما اي اتنين بيتعاركوا بيشتموا بعض. عمركش شفت واحد دخل على التاني بالنبوت وراح واخده بالحض؟ ما هو العراك كده. وبعدين يعني هو شتمك قالك ايه؟ خلاص بقى، ما هو خد جزاته وراح. قولي لي بقى يا ام، مين اللي حطيتي لي عينك عليها؟ لا، لما يجيني الرد اقولك هي مين. مين؟ معيوشة. اختي صوت مين ده؟ مين اللي بيخبط؟ افتحي بس يا معيوشة. اهلا اهلا اهلا، خطوة عزيزة يا سيد المعلمين. انا كنت عايز الست قمر في كلمتين. وهي الست قمر بعيدة؟ ما انت عارف بيتها يا سيد المعلمين. تتجننت يا وليه؟ اروح لها في الساعه دي. وانت مش بتقول انك عايزها في كلمتين؟ اوصل لها وانا هستنى هنا، ما تعوهيش. هو في برضه ست محترمه من بيت كريم تنزل من بيتها الساعه دي؟ ما هي كانت هنا الليله. ما هو ليلتها هي كانت بيت عندي. نهايته اوصل لها، ولو ما جاتش معاكي تبقى عملت اللي عليكي. ما هو اصل من غير اصل ولا فصل. امسكي، جيبي حاجة حلوة معاكي. يسعدك ويكرمك ويديك ما يحرمك، مش هعوق عليك. بالاسم. قلبي هيطير من الفرح. ها وهتعملي ايه؟ هغير هدومي طبعا وانزل معاك. تنزلي معايا على فين؟ جرايا وليا مالك. الله، انت ناويه معاها على ايه؟ ما خلاص
الطير وقع في الشبك، يعني مش ناقص غير شوية دلع على شوية تقل على شوية بغددة يجي يطلب الحلال وهو راكع على رجليه. انت قصدك يعني ما روحلوش؟ لا 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 ما تروحلوش، انا هقوله ان خلانك شموا خبر ومفتحين عينيهم قد كده. وقدري بقى يا اختي خد على خاطره، هيسحب امه في ايده ويجي يطلب ايدك. اسمعي كلامي تكسبي. وده ممكن يحصل يا ام عيوشة؟ يا اختي لولا الحاجة ما مشيت الرجلين. اسمعي كلامي واستبري شوية بس، ابي حضريلي الحلاوة الكبيرة. فوتك بعافية يا حبيبتي. جرى ايه يا معلم درويش؟ مالك؟ كل ما افتكر كلام جعيد ليا افتكر ايام زمان، الايام الحلوة، ايام البيت فلة. فلة مين يا معلم؟ الله، ايه اللي جرالك؟ قطعت بيا البت دي. بت مين يا معلم؟ ده الكلام ده كان زمان. لا وحياتك، ولغاية دلوقتي. لغاية دلوقتي يعني ايه؟ يعني لسه معششة جوه نفوخي. ازاي؟ قولي عليوة، هو انا فيا حاجة تتعيب؟ لا لا سمح الله، بس ليه السؤال ده؟ عشان انت صاحبي وحبيبي وهتقول لي رايك بمنتهى الصراحه. وانا بحب الصراحه. يعني تفتكر لو انا تقدمت الفله ترضى تتجوزني؟ سيره كبيره والبطل انسان باسط كانه فرحه الفرحان. سيرة كبيرة والبطل إنسان باسط كأنه فرحة الفرحان ودمعة الحزنان. القلب من غير باب، القلب من غير باب، بيدخل وبيطلع الأحباب. القلب من غير باب، القلب من غير باب، بيدخل وبيطلع الأحباب. وانت سايبها لسيد الاكوان. سيرة كبيرة والبطل انسان باسط كأنه فرحة الفرحان. سيرة كبيرة والبطل انسان باسط كأنه فرحة الفرحان ودمعة الحزنان. يطلع عليك الصبح يا صح تاني وبتحبي، يطلع عليك الصبح يا صاحبي، بتتولد من تاني وبتحبي، في زحمة الدنيا على الأرزاق، وفي المسلقات تعود راضي، وتحمد ولو تعود فاضي، وفي المسلقات تعود راضي، تحمد ولو تعود فاضي، طيب وقلبك سامر العشاق. للأهل والجيرة أشبه بنيوى الناس، إذا البشر سيرة سيرتك لكل الناس. سيرة كبيرة والبطل إنسان باسط كأنه فرحة الفرحان. سيرة كبيرة والبطل